السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله يا فضيلة الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا أكرمك جوهري من المحلة. يا مرحبا وأهلا وسهلا يا شيخ رضا. مرحبا. أنا جيران، الله يبارك فيك يا مولانا. يا مرحبا بك وأهلا وسهلا. والله يا مولانا أنا حبيت أتواصل معاك بعيد عن البث المباشر، لأن طبعا إحنا بفضل الله وبدعوتكم واللي أنتم بتعملوه احنا بنغار على الدين ده، ومش عايزين في اي شبهة او اي كلام من اي حد. ولكن انا اسمع حضرتك، سمعني اسمعك لكنك على الهواء. انا على الهواء. طيب ماشي يا فندم. ايوه. انا دلوقتي سمعت فتوى من حضرتك ان في اخت تواصلت مع حضرتك قبل كده بخصوص ان هي يعني عملت حاجة قبل الجواز، وهي عملت عملية وكده، فحضرتك نصحتها بانها ما تقولش لجوزها، وانا ارى في النفس شيء من ان هي يبقى ده يعني ارى ان العقد كده لو هي ما نورتش على جوزها او الراجل اللي هو اللي كتب عليها جديد ده يبقى فيه غش في العقد. لا انت ولا انا كده مخطئ ولا لا؟ لا كده مخطئ، جزاك الله خيرا، لان قول القائل زوجتك ابنتي البكر. ايوه. المراد بالبكر التي لم يسبق لها الزواج. اه لم يسبق. لكن إذا افترض واحدة عياذا بالله زنت الآن، عياذا بالله، فانتهت بكارتها، لا تسمى ثيب، لأنها إذا زنت مرة ثانية لن ترجم، زنت مرة ثانية ستجلد أيضا. نعم. فالتي لم يسبق لها زواج أو لم يسبق لها زواج مع بناء، أما التي عملت المحرم فلا يقال لها ثيب. نعم. يعني ده بترجع للصيغه اللي هو بناء عليها تم العقد. لا ما هو انا بقول انا هو لو مثلا قال لو هي قالت يا مولانا مثلا البكر او زوجتك بنتي او زوجتك ابنتي البكر البالغ الرشيد كده. ايوه. هي بقى الموضوع ده كان حصل معاها وزي ما هي قالت بكر. عملت العمليه وعملت اللي هي عملته، اليس من اولى ان هي تنور على الراجل ده او تقول له مثلا ان حصل لي ظروف او سامحني؟ لا ابدا 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 ابدا. مستحيل. انت معلش يعني بكلامك هذا انت تريد فضيحه المسلمين، وربنا ما امر بكذا. حاشا لله مولانا. ربنا سبحانه وتعالى قال، او النبي عليه السلام قال، من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. وفي قصه ماعز الاسلمي لما جاء يقول للرسول انا الابعد زنا يا رسول الله، حول وجهه للناحيه الاخرى. نعم. لف من الناحيه الاخرى. الأبعد زنا يا رسول الله، حول وجهه. نعم. كل فالستر، الستر من مقاصد شريعتنا. تمام يا مولانا. بس حضرتكم برضو وعن النبي عليه الصلاة والسلام، إن في امرأة اللي هي جات للنبي عليه الصلاة والسلام يا مولانا وقالت له إن أنا يا رسول الله زنيت. اللي هي بقى النبي أشار كذا مرة، النبي عليه الصلاة والسلام أشار عليها إنها إيه يعني لعلك إيه أو لا يعني فيما فهمت الحديث إن النبي عليه الصلاة والسلام لأكثر من مرة حاول يردها عن اللي هي بتقوله. في أيوة. في جزئية النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليها الحد. أيوة بس في جزئية هنا، جزئية أتفضل. هنا هي أرادت أن تتطهر بالحد، لكن من يقيم أيوة الحد؟ من يقيم الحد الآن؟ نعم. من يقيم الحد؟ أو ليس يعني أبسط حقوق، أبسط حقوق النهاردة يا مولانا في اللي حصل ده أو في الموضوع ده، إن الراجل اللي هو هيتجوزها أو يرتبط بيه يبقى على دراية على الأقل لو لوحده. إياك أن أنا لو هي بينها وبينه مثلا، عياذا بالله عياذا بالله عياذا بالله، شخص زنى شخص زنى وذهب يتزوج امرأة، هل يقول لها أنا زنيت؟ لا طبعا. طيب نفس الشيء يعني حضرتك بتتكلم ان هو دلوقتي الفكره في اقامه الحدود من ما فيش اقامه حد. لو في اقامه حد ولا تطهري الله يعينك. لكن إنها لما تابت يعني النبي عليه الصلاة والسلام شفت مكان أفضل. نعم. وبعدها ربنا سبحانه النبي عليه السلام أرشدها إلى أن تستر على نفسها لعلها تتوب، ومن تاب تاب الله عليه. لكن الكلام الآن على أن كلامها ليس فيه فائدة إلا الفضيحة بس. نعم. ولا نعلم. احنا بنشكرك يا فضيلة. لا أبدا يا شيخ رضا، جزاك الله خيرا وربنا يبارك في عمركم ويخليكم لنا دروع. على فكرة أنا مش ملتحي، ولكن أنا محب يعني محبك في الله والشيخ الهوين والناس المحترمة دي. الله يبارك فيك. أنا يبارك فيك ويخليكم على رؤوس الله يحفظك يعني. ألف شكر ألف شكر. شكرا يا فندم. الله يسلمك.